مشاهدينا رح نبدأ بأولى فقرتنا لليوم ورح نحكي عن موضوع بهم كتير من الناس. اليوم ممكن كتير نصادف أشخاص عندهم اضطراب بالنطق، تأخر بالكلام، أو مثل ما نسمي مصطلحات عديدة، التلعثم والتأتأة. هي الأمور ممكن تكون وراثية موجودة عندهم من الصغر، أو ممكن تكون مكتسبة نتيجة أمور معينة وللأسف بتسبب حالة نفسية كتير كبيرة للشخص. اليوم رح نعرف أكثر عن اضطرابات النطق، عن أعراض وشو هي طرق العلاج المناسبة. استفسارات كثيرة رح تخبرنا عنها ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الاختصاصية بتقويم الكلام واللغة فاطمة درويش. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. صباحك. صباحك. صباح الخير. صباحي. أهلا وسهلا فيكي. اليوم عم نحكي عن حالة منتشرة خلينا نقول بموضوع نسبي بين الأشخاص، ومثل ما قلنا أسباب كثير لإله وإلى أنواع جدا ضمن هذا المجال. ولكن بداية خلينا نروح للتعريف العام لهذا المصطلح للاضطرابات النطقية. الاضطرابات النطقية هي بتصير صعوبة بإنتاج الأحرف أو الأصوات الكلامية عند الأشخاص، بيكون في عندهم صعوبة بإنتاج أصوات معينة، ما قدرانين لحتى هنا يعملوا الحركات الطبيعية الدقيقة يلي نحن بنعملها بالسرعة الصحيحة. بيكون عندهم في خلل بطريقة النطق أو بمكان النطق. هون بحب نوه أن الاضطراب النطقي أحياناً كثير بيفكروا الاضطراب الفونولوجي هو نفس الاضطراب النطقي، هو ابدا. الاضطراب النطقي هو خلل بيكون بالدماغ، بيكون بيتلفت على انه هو يكون اضطراب نطقي، نفس المبدا تبعه انه الشخص ما بيكون قدران يطلع الصوت صح، بس هو بيختلف عنه لانه هو بيكون ترميز خاطئ بالدماغ. أستاذة فاطمة، يعني بعد ما تعرفنا منك بشكل عام شو هي اضطرابات النطق، خلينا نوضح إيمت ممكن تظهر هي المشكلة ونوضح الأسباب. يمكن بالمقدمة حاولنا نذكر أنه هي ممكن تكون وراثية خلقانة مع الشخص، أو ممكن مكتسبة نتيجة عادات خاطئة. اليوم خلينا نفصل بهذا الموضوع. هلأ بالنسبة للأسباب، في أسباب كتير معينة، هي ممكن تكون مكتسبة، ممكن تكون مو وراثية، ممكن تكون خلل عضوي ناتج من الولادة من المرحلة الجنينية. بالنسبة للأسباب العضوية، فنحن بداية ممكن يكون في عنا خلل تشريحي، نحن حتى نقدر نطلع الأصوات صح، نحن في عنا أعضاء نطق نحن نستخدمها لنحكي، اللي هو الحنك الصلب، الحنك اللين، الشفاه، اللسان، الأسنان، والفكين. فأي خلل بهدلول الأعضاء النطق حيسبب عنا خلل بالنطق. مثلا إذا كان في عنا شق بسقف الحلق، فنحن ما حنقدر نطلع الأصوات الفمية بشكل صحيح لأنه عنا تسريب أنفي، أو إذا كان في تخن باللسان فكمان ما حنقدر. وخصوصي هون بدي نوه على الشفة الأرنبية، كمان الأطفال اللي بيولدوا عندهم شق شفة أرنبية هنا ما بيكونوا قدراني يطلعوا لنا الأصوات الفموية بشكل صحيح، فنحن بنلجأ مع طبيب جراحة لحتى هو بعد العملية بنبلش لهم نحن جلسات علاجية. أما بالنسبة للمكتسبة فممكن يكون عندنا أسباب عصبية، شخص تعرض لحادث وعائي أو تعرض لجلطة دماغية، فبيصير عنده يا أما أبراكسيا أو ديسآرثيا. الديسآرثيا هي بتكون ضعف بعضلات النطق، فبيكون عندنا النطق تشنجي، ما نقدران يلفظ بطريقة صحيحة سلسة مثل ما نحن متعودين. أما الأبراكسيا فهو بيكون في عنده أخطاء متكررة وما أنا متوحدة بالنطق عنده. ممكن تكون أسباب وظيفية ما ناتجة عن أي سبب كان، ممكن يكون سمعه من الأهل فهو تلقنه وكمل معه وثبت الخطأ عنده. طيب اليوم الحالات اللي ذكرتيها، لكل حالة اليوم مثل ما ذكرتي حضرتك في عدة أسباب. إذا رحنا لطرق العلاج عن طريق الأخصائيين بالتشاركية مع الأطباء، يعني ذكرتي أنه بعض الحالات بحاجة لتدخل جراحي، خلينا نروح للعلاج، وهل هي اليوم ممكن تكون موحدة لجميع الحالات اللي ذكرتيها؟ هلأ بالنسبة للعلاج، العلاج مو موحد للحالات. هو السبب نحن بنحط الخطة العلاجية المناسبة لكل شخص. كل شخص حالة فردية، إذا كان طفل غير على أنه يكون شخص كبير بالعمل يختلفوا. بالنسبة للأسباب العضوية فنحن بنبلش علاج، أول شيء بنعالج الخلل العضوي اللي صار عندنا التشريحي. بعد ما يبلش وننتهي من العلاج، إن كان عملية أو ممكن نحط معيضة للطفل، إذا كان في ناسور بسقف الحلق، إذا كان في لجام اللسان أخذ تلتين لسان بيأثر على صوتين عندنا الراء واللام،
فنحن كمان بنطلب نعمل له عمليه جراحيه أوكي. لحتى نحن نقدر نكمل جلسات. بنبلش له جلسات علاج كلاميه بنبلش اول شيء بانتاج الصوت كصوت مفرد لحتى هو يرمزه يعرف طريقه نطقه بشكل صحيح. بعدين نحن بنبلش معه للطفل بمقاطع كلمات لنوصل لحوار عفوي. اما الاسباب اذا كانت عصبيه مثل مرضى الابراكسيا والديسارثيا، فبالديسارثيا نحن بنبلش عندهم تقويه لعضلات النطق، انه هن عندهم ضعف بهي العضلات، فنحن لازم نقوي لهم اياها حتى هن يبلشوا خطوات العلاج معنا. بنكمل علاج كلامي، جلسات علاجيه، ممكن نضطر نستخدم اجهزه لنحفز عضلات النطق بشكل اوسع وترجع لفعاليتها. تمام، بما انه بلشنا نحكي عن رحله العلاج اليوم، في عندنا انواع للاضطرابات، ممكن نفصلها اكثر ونعرف اذا اليوم طرق العلاج هي مساويه للكل او لا؟ خبرينا اكثر. هلا بالنسبه لطرق العلاج ولانواع، في انواع كثير معينه للاضطرابات النطقيه. هلا الاضطرابات النطقيه بتتمثل عندنا بمحورين، يا اما بصير في عندنا ابدال للصوت من صوت كلامي لصوت كلامي اخر، او بصير في عندنا تشويه لهذا الصوت. هلا بالابدال مثلا نحكي على طفل صغير، فهو بلش بمرحله تطوره، نحن عندنا كل صوت كلامي بيكتسبه الطفل بعمر معين، فعندنا اصوات كلاميه متاخره مثل اللام والراء، فنحن بنعطي مجال للطفل لعمر 6 سنين. بعد 6 سنين اذا ضل عنده مشكله فيها فنحن بنقول عنده اضطراب نطقي، بنبلش علاج فيه. نحن بنحدد له شو طريقه النطق، بنشوف اذا هو عرفان ينطق بشكل صحيح، فنحن بنكمل من طريقه النطق لمكان النطق لحتى هو يقدر ينجح بشكل صحيح. وفي عندنا تشويه الصوت، ابدال الصوت هو بدله بصوت ثاني مثل السين بدله للشين، اللام بدله للراء. اما التشويه هو جاب صوت اخر ما نوع من الاصوات اللغويه اللي نحن متعودين عليها. فهو صار عندنا هون تشويه، فنحن بنرجع بنرمز الصوت بشكله الصحيح وبنبلش علاج له. وكل حاله علاجه بيكون مختلف وخطتها العلاجيه مختلفه. مثلا الطفل الصغير بياخذ معنا وقت اكثر من الكبير، لانه الكبير بيكون مرمزه وبيكون متعود عليه، وفي صعوبه لحتى نحن نرجع نقول له طريقه النطق الصح ونستخدم معه اساليب اكثر. طيب خلينا، كونك ذكرتي بعض اساليب العلاج وبضمن اختصاصك وتجربتك بهذا المجال ان كان مع الاطفال او مع الاشخاص الكبار، نحكي عن بعض الحالات، نبسط هيك الحاله اكثر، نشرح عنها اكثر، بعض الحالات اللي كانت يعني موجوده عندك وقدرتي توصلي فيها للشفاء التام. تمام، هلا بنبلش بالحالات للاطفال الصغار بالعمر. كان في طفل عمره 6 سنين كان في عنده اضطراب نطقي باصوات الصفيريه وبالاصوات كمان الفمويه. كان في عنده اضطرابين نطقيين، فنحن بنبلش بالصوت الاكثر استخداما. كان عنده مثلا اضطراب نطقي بصوت الجيم، فنحن بالبدايه بلشنا بالجيم، مخرجه من وين، عرفنا الطفل، حطينا له مرايه، كيف انت عم تحكي خطا، شوف كيف انا قدرانه احكي صح، وشو الخطوات اللي انا بدي استخدمها. تمام، بنبلش معه بيتدرب شوي شوي بس نتمكن منه صوت مفرد، فنحن بنبلش له يا مقاطع. خلصنا من الجيم ومن التأهيل لصوت الجيم، فنحن بلشنا صوت جديد اللي هو الام، أرجينا انه نحن بدنا نعمل اطباق كامل، بدنا نضم الشفاه، بنخليه يجس هو شو بده يعمل لحتى يطلع. ومثل كمان السين، السين هو اكثر شيء اضطراب نطقي شائع عند الاطفال اللي هو بيكون في تقدم بالفك او تاخر، فنحن بنبلش كيف انت تعمل اطباق صحيح كيف يطلع الصوت صحيح. هلا بالنسبه للحالات الباقيه، فكان في عندي شخص عمره 27 سنه كان عنده اضطراب نطقي بصوت اللام، كان مفكر انه ما له علاج، كان يتهرب. شو يعني بصوت اللام؟ يعني يستبدله بحرف ثاني او كان هو كان اصلا يستبدله ويتجنب يحكي باي كلمه، يعني الكلمه اللي فيها صوت اللام فهو يهرب منها، يدور على اي كلمه ثانيه ما يكون فيها لام لحتى هو ما يضطر وينحرج قدام اللي مقابله. فوقت اجى وبلش جلسات علاجيه، فنحن اول شيء قلنا كيف نحن بدنا نحط اللام؟ اللام نحن لساننا بنحطه بسقف الحلق من فوق بالبدايه عند الاسنان لحتى يطلع عنا صوت اللام. بعدين طلع صوت اللام ثبتنا وعممنا، بلشنا بعدين بالسين. هو هون اللام كان عنده اضطراب نطقي بمكان النطق، هو ما عرفان كيف يحطه حتى يطلع صح. اما السين كان عنده بطريقه النطق عنده مشكله فيها، كان بيطلع صوت السين صحيح فيه تشويه شوي، بس ما كان بيعرف شو الطريقه اللي نحن نحط فيها السين، يعني نحن بالسين بنخلي لساننا جوا ما بنطلع لبرا، فهو كان من الاشخاص يلي بيطلع لسانه لبرا وبيعمل عض عليه لحتى يطلع صوت السين. فكان عنده هون مشكله بطريقه النطق عنده، للشخص مقابل له حيشوف هذه المشكله اللي عنده. الحاله اللي بعدها هي كانت لصبيه كمان بالسين، كانت بالسين والصاي والزين والصاد،
فهي بالأصوات الصفيرية بشكل مجمع كان عندها تقدم بالفك السفلي. هي وقت بدها تحكي كانت تتقدم فك السفلي على العلوي لحتى يطلعوا مع الأصوات ويطلعوا بشكل مشوه تماما، ما كانت حتى تعمل إبداع، لا كانت تعمل تشويه تجيب صوت من خارج الأصوات اللغوية. فنحن بالتمارين لحتى نرجع بلش تمارين للفكين لحتى يرجعوا لوضعهم الطبيعي، كيفنا نعملهم الإطباق صحيح بالسين ما بيكون في فراغات بين الأسنان، لسان بيكون متوضع من تحت لحتى نقدر أنتجه. تمام. للأسف يمكن هي المشاكل يلي ذكرتيها اليوم هي غالبيتها ممكن بسبب الأهالي. اليوم قد نسمع اليوم عن عادات خاطئة بهذا الموضوع، بتلاقي الطفل لما بده يبلش يحكي لما بيدخل بعد السنتين الثلاثة بتلاقيه عم يلفظ كلمات بشكل كتير خاطئ. يمكن الأهالي بينبسطوا من هذا الشيء ويكونوا مبسوطين أنه طفلهم عم يحكي، ولكن ما بيعرفوا أنه هذا الشيء ممكن فعلا يأثر عليهم بالمستقبل وممكن يسبب لهم اضطرابات بالنطق. لازم هون نميز بين انه فعلا الطفل عم يتدلل ويتدلع او لا، نحن لازم هون ننتبه للطفل وطريقه كلامه. بالضبط، صحيح كثير اللي حكيتي. هن ببلشوا الطفل وقت ينطق بكلماته الاولى فهو بيكون عم يعطي قرب من المعنى، ما بيكون عم يطلع كل الاصوات بشكل صحيح لانه الاصوات بتختلف اكتسابهم، يعني الميم النون الباء الهاء الكاف تلاقوا بيكتسبهم بعمر 3 سنين بيكون قادر ينتجهم بشكل صحيح. اذا بعد عمر 3 سنين هو لسه على الباء ما عم يطلعه صح ولا الكاف هون صار في اضطراب نطقي، هون نحن الطفل حكاها للكلمه اول شيء من اول الاهل انه معلش بندلله لو حلوه طلعت منه، بس بعدين لازم ننبهه عليها انه انت قلت بدال كاسه تاسه هي كثير طلعت حلوه منها، بس نحن في ك نحن بنبلش نرجيه للطفل انه انت حكيتها بشكل حلو بس مو هي الصح، لانه طالما ضلينا نحفزه للطفل انه تاسه تاسه ونسفق له عليها فهو ترمزت عنده على انه هي تاسه. هي الشيء اللي حكيته بالبداية أنه ممكن تكون الأسباب وراثية من البيئة اللي حوالين الطفل، حتى ممكن يكون الأهل هن اللي عنده اضطراب نطقي فهي كملت مع الأطفال أنه هن تسمعوها بهذا الشكل. أما مثلاً اللام والراء فنحن بنعطي مجال للطفل لبعد عمر 6 سنين، بنخلي له مجال للست سنين أنت ممكن يكون عندك إبدال فيهم، بس بعد عمر 6 سنين إذا هو ما صلحه تلقائياً الطفل ولا قدر ينتج اللام والراء بشكل مظبوط فنحن بنبلش له جلسات علاجية لأنه هو بيكون عم يترمز عنده أنه طريقة نطق مثلاً الراء هو إل، بس نحن نثبت اللسان فوق ما نعمل رجفة للسان فوق ونعمل إطراق له حتى يطلع صوت الراء بشكل صحيح. طيب خليني أرجع معك شوي للحالات اللي ذكرتيها، ذكرتي أنه كان في شاب بعمر 27 سنة وصبية، كنت أسألك أنه هو كان مكتسب هاي القصة عندهم هاي الاضطرابات إجت مكتسبة أو هي خلقية؟ هلأ بالنسبة للشخص الأول اللي عمره 27 سنة فهي كانت مكتسبة، ما كانت لا وراثية ولا كانت عن أسباب عضوية ولا خلقية، هو سمع بشكل خاطئ فهو ما حدا نبهه عليها من عمره وهو بالابتدائي انه هذا الشيء بشكل خطا انت عم تقوله صوت اللام، فهو مشيت معه. فهو بعدين وقت كبر وصار يضطر قدام العالم ينحرج عليها فهو اخذ انه لا انا ما عاد بدي احكي اصلا لصوت اللام، خلص انا بتخلى عنه بجيب كلمات اخرى عنه. فهو ما كان السبب، كان سبب نقدر نقول وظيفي ما له سبب محدد، هو هيك سمعه فهو تعود عليه. اما بالنسبه للصبيه اللي عمرها 22 سنه فهي كان من الرجح اكثر لانه سبب عضوي لانه كان في تقدم عندها بالفك، فنحن اشتغلنا اول شيء لحتى يتراجع الفك السفلي حتى نحن نقدر نطلع الانتاج بشكل صحيح. طيب اليوم قد ايه اليوم يعني اللجوء للعلاج والاخصائيين بهذا المجال بعمر مبكر هو جدا مهم، ان كان من الناحيه الاجتماعيه من الناحيه النفسيه، يعني اليوم هدول اللي ذكرتيهم هنن بعمر الورود مثل ما بنقول، واكيد اليوم هنن كانوا عرضه للتنمر، اليوم هون نحط الحق على الاهل حتى بالمدرسه، يعني المفروض كان ينتبهوا انه في مشكله نطقيه. قد ايه العمر مهم بهي الحاله؟ العمر كثير مهم وبيقلل كثير جلسات علاجيه، يعني انت وقت تجيبي طفل تبلشي له جلسات علاجيه بعمر 4 سنين اكيد غير ما انت تبلشي جلسات علاجيه لشخص عمره 27 سنه. العمر 4 سنين انت من الجلسه الاولى بتقدري تشتغلي معه صح لحتى هو يطلع الصوت، فهو سهل ومرن الدماغ تبعه على انه هو يتفاعل معنا، خصوصي انه ترميز الصوت وطريقه الصوت فهي بتصير اسهل. بعد نحن بننوه للاهل على طول انه
قبل ما يفوت الولد على المدرسة أنتوا للروضة ضلوا انتبهوا، عنده اضطرابات نطقية، خلصنا كاشي 2 فنحن فورا بدنا نشوف معالج نطق إذا هو لسه الطفل عنده هاي المشاكل، لأنه مثل ما حضرتك ذكرتي إذا الطفل رسع وراح على المدرسة فحيصير عرضة للتنمر من كتير أطفال حواليه، وبعدين بيصير مثل الطفل الشخص اللي صار عمره 27 سنة بيصير بيتجنب هاي الكلمات، بيصير بيتجنب الحديث قدام أشخاص معينة. تماما أستاذة فاطمة، خلينا نحكي عن نقطة جديدة اليوم. يمكن هذا الاضطراب، اضطراب النطق، ممكن يكون يجي فجأة بصدفة نتيجة صدمة نفسية معينة أو نتيجة أي أزمة مر فيها الشخص، وخصوصا يمكن نشوفها بمرحلة المراهقة وفوق. طيب هذا الاضطراب له نوع معين فينا نسمي أو نشخص هي الحالة، وكيف ممكن تكون طريقة العلاج؟ هل هي مثل طرق العلاج لأنواع الاضطرابات أم لا ممكن تكون حساسة أكثر وبحاجة لعناية؟ هلا بالنسبه للي بتصير بي بعدين مكتسبه، هلا هي بتترجح مو اكثر من اسباب نفسيه. ممكن الطفل الشخص سمعه فهو اجى صار مثل ما سمع ينتجه من الاشخاص اللي حواليه، ممكن سمع من لكنه هلا بما انه صار كثير او بيكون خايف من اي شيء يوم من اهله ومن رفقاته او ممكن هلا كثير في اشخاص بلوجرات بيطلعوا فبيكون عندهم ارطه بهذا الشيء، فكثير بنات بعمر المراهقه بيصيروا لا بدي احكي مثل طريقته، فبتصير عندهم هاي المشكله بدون ما هن يكونوا واعين لها، فنحن نتجنبها. الصدمات اللي بتصير اكثر نفسيه بالاعمار المتقدمه فنحن بترجح انه ممكن يصير عند الشخص تأتأة اكثر من اضطراب نطقي. الاضطراب النطقي هو لا نقدراني انتج الصوت سين الراء يعني الأحرف العربية بشكل صحيح بعدين بينتجها. طيب ذكرتي اليوم السوشيال ميديا عن اليوتيوب وهدول القصص يعني، واليوم نحن بنعرف انه هي سلاح ذو حدين يعني بين الايجابي والسلبي، ولكن دائما المختصين بيقولوا انه كثرته ممكن تاثر سلبا على ان كان الذاكره على النطق على الاستيعاب عند الطفل. قد ايه اليوم بهي الحاله ممكن يكون تاثيرها سلبي يعني وقت لهذا الطفل بيقضي كل وقته على التاب وهو عنده مشاكل نطقيه يعني ما عنده اندماج بالمجتمع ليسمع الكلمات صح؟ بالضبط. التابلت والنت حاليا عم يعملوا كتير مشاكل عند الأطفال، لأنه الأهل عم يعطون للأطفال من عمر البيبي من عمر الشهور الطفل عم ياخد، فهو يا أما حيصير عنده تأخر لغوي بالبداية، هو ما عاد يقدر ينتج ولا عاد يقدر يعبر عن الشيء اللي هو بده إياه، فالطفل بيصير بس معتمد كل شيء على التابلت تبعه، كل تركيزه على التابلت، بده مي بده ياكل فهو بيأشر للأم. بعدين بالاضطرابات النطقية فهو عم يسمع لكنات غير اللكنة تبعيته، ممكن الطفل بيصير بيحكي لك بلكنة بريطانية بعدين لكنة روسية، فهو ما قدران ينطق الأحرف العربية بالشكل الصحيح، حتى أدوات الربط ما عاد بيستخدمها، ما عاد بيعطيني الطفل جملة متكاملة بسبب التابلت وقعدته الطويلة عليه. تمام، خلينا هيك كمان نضوي ونعطي عن بعض الأخطاء الشائعة الموجودة اليوم بموضوع اضطرابات النطق نصائح سريعة من حضرتك. هلا بالنسبة لاضطرابات النطق، النصائح اللي بتكون بالبداية إنه للأهالي من عمر صغير، أنت أيمت ما شفت ابنك بلش يعطي خلل أو ما يعطي الكلمة بشكل الصحيح أنت وضح له إياها، قل له كيف نطلعها، معلش يقولي لابنك كلمة حخليه تستمع كيف بتقوليها، البا عبي تمك هوا، ارجي للطفل كيف هو بده يطلع البا، السين خلي ابنك يشوف صف اسنانك كيف عم يطلع هوا من صوت السين، والاش كيف نحن بنضيق المنطقه، الاو نحن بنعمل تضيق نعمل دائره بتمنا، فانت اعملي له اياها للطفل مثل الانشطه. ورجاء بطلب كثير من الاهل بعد اولادكم عن التابلت قد ما بتقدروا. صعبه. ان شاء الله. بدنا نشكر حضورك لليوم، ودائما نحن بنقول اي حاله موجوده عند الطفل رجاء من الاهل يكونوا مراقبين لاطفالهم قبل اي حدا ثاني، يعني يمكن توفر رحلة كتير يعني طويلة إن كان على المختص أو على الطفل. شكرا لحضورك اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أستاذة فاطمة درويش، اختصاصية تقويم كلام ولغة، نورتي صباحنا.